مباريات نوين منتخب ايران تعرف يعني فيها حساسيه فيها جوانب اخرى تدخل، لذلك تكون هي مباراه مو هسه هذه، يعني من زمان احنا ويا المنتخب الايراني هي هاي مباريات حتى لو كانت تحصيل حاصل راح يصير بها شيء. هو هذا اللي اقوله. المهم التاهل، المهم التاكيد والتاهل بنسبه كبيره ان شاء الله للمنتخب. وبالضبط لسه احنا نكون ملاحظه يعني يجب ان ننتبه لها، هي انه ايران عنده مباراه اكثر من بقيه الفرق، يعني اكثر من عندنا واكثر من البحرين، باعتبار منتخب ايران عنده اربع مباريات عندنا ثلاث مباريات. حالة أنه الفريق الإيراني حقق ثلاث مباريات فوز ممكن قد يتصدر المرحلة أو يصير مثلا ثاني، يضمن ثاني. لكن نتمنى أنه مثل ما قال كابتن عباس أنه نتمنى المباراتين الأولى في سبيل أنه نطلع من جو الحسابات ونفكر بالمنتخب الكذائي والمنتخب الفلاني على حساب ممكن الأهداف، ممكن المواجهات، ممكن الثلاث فرق اللي هي البحرين والعراق وإيران يكونوا متساوين بالنقاط. وعلى خل نخلص من هاي الأحداث اللي صارت قبل لا نروح للبحرين اللي صارت في البصره، مباراه النيبال وطاجكستان، يعني صح هو كان غير ملبي الطموح هاي المباراتين، بس هم ما صارت يعني الاجواء نقيه، هم صارت الشرطه لاعبيهم اجا وراحوا وبعدين استدعى لاعبين استبعدهم رجع على لاعبي الشرطه، هم مرينا باشكالات، يعني نراد نتجاوز. بالضبط احنا هاي الفتره نحتاج مو فقط نتجاوز هذه الاشكالات، نتجاوز كل الاشكالات بما فيها وسائل الاعلام يحتاج لها دعم للمنتخب بشكل مو طبيعي في سبيل انه ما ننتقد احد خلال هاي الفتره، لا ننتقد مدرب ولا ننتقد لاعب ولا ننتقد اداري في سبيل انه نطلع بافضل صوره بعد التصفيات بعد نهايتها، ممكن انه نقدر نحقق وممكن نقدر انه نطرح تساؤلات في سبيل انه المرحله الجايه للمنتخب الوطني، لكن بالوقت الحاضر حتى الاشكالات اللي صارت خلال هاي الفتره يراد انه من الكادر التدريبي واللاعبين انه يتجاوزون هاي المرحله في سبيل انهم نقدم كل الدعم للمنتخب. واعتقد يتجاوزوها. يتجاوزوها طبيعي يتجاوزوها، لانه اصلا هي المباراه اللي يعني جرت في البصره مو المنتخب الوطني مو مكتمل. تسع لاعبين واي يعني هو لاعبين مؤثرين. يعني هي كانت مو اكثر من شو وموضوع نفسي لا اكثر ولا اقل، اما موضوع فني فتسع لاعبين جلهم من الركائز ما اعتقد المدرب استفاد منها، بدليل انه المدرب حتى السيستم اللي يلعب به ما لعب بنفس السيستم، لعب بسيستم مغاير ورجع على هو مو رجع هو المنتخب نفسه